اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجم التحكيم المصري السابق كابتن سمير عثمان النهارده. يا كابتن اهلا وسهلا بحضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام الحمد لله. شايفك فورمه. والله فورمه الحمد لله. لسه شغالين، اتمرن شويه. جناء ام مجني عليهم؟ يعني الراجل اهو بيقول، هو بصراحة التقرير جميل جدا. الكلام فيه مكتوب بطريقة كويسة جدا. وهو في الآخر بيقول جناء مجني عليهم. بصراحة الحكم يعني كل الحكام في دول العالم بيبقى في النهاية هو الفريسة اللي ممكن محدش يدافع عنها كتير. تمام. يعني اللاعب أو المدرب والجهاز الفني أما بيبقى فيه عدم توفيق بتلاقي فيه الإدارة بتاعته بتقف معاه، الاعلام الخاص بيه بيقف معاه، الجماهير بيقف معاه. الوحيد اللي بيبقى طبعا مفيش حد معاه غير لجنته، وطبعا بتبقى لا حول له ولا قوه طبعا الحكم. مفيش حكم في الدنيا عاوز يخطئ. كل الحكام في العالم، مش هتكلم هنا في مصر، بيبذلوا قصارى جهدهم عشان يقدروا يوصلوا للعداله. مفيش عداله مطلقه، لا يمكن. وفي كل مباراه حتى مباراه كاس العالم هتلاقي فيه اخطاء بدون قصد. طالما الخطا بدون قصد المفروض يبقى الناس المفروض تتقبله. بس طبعا في الدوريات، معظم الدوريات العربيه بيبقى المعامله صعبه قوي مع الحكم العربي بصراحه. يعني هو مفيش عداله لكن في السعي لتحقيق العداله. الهدف هو العداله بس اللي يمكن توصل العداله المطلقه اكيد. انت بتبذل قصارى جهدك خلال 90 دقيقه، ساعه ونص او 120 دقيقه. من المحال من المحال تبقى كل قراراتك سليمه. ولو قراراتك سليمه برضه من المحال ان الفرقتين يرضوا عنها. ليه؟ لان انا ما بحسب على حضرتك قرار، حضرتك بتزعل بس التاني ايه بيبقى يعني متقبله، وبالعكس برضه يعني. يعني هو برضه كابتن سمير، انا داخل في ان انا حكم، الاسم برضه صعب قوي يا حكم. انا مستني منك تديني حقي، والقسم مستني منك تدي له حقه. انا مع حضرتك، فانا بسعى ان انا احقق العداله. تمام تمام. السعي ده بقى هو ده المشكله. تمام، هو ده اللي عليه علامات استفهام. طب انا هسال سؤال حضرتك كابتن. اتفضل. حضرتك كنت فيرويد، تمام؟ تمام. وممكن المهاجم بيبقى منفرد بالمرمى والجول فاضي، والكره ما يجيبها في المرمى هياخد البطوله. بتحصل انها بتضيع ولا لا؟ بالظبط. هل اللعيب ده قصد؟ لا، بس اللعيب سعى واجتهد. بس ده اللي بكلمك فيه. الحكم كده، ده اللي بكلمك فيه. لا، احنا متفقين على فكره. انا مش مختلف معاك، انا بقول لك السعي لتحقيق العداله. بالظبط. السعي طرق كتير. بالزبط. السعي اساسا من اللجنه التحكيميه اللي بتعين الحكم المناسب طبعا، لازم دي البدايه اللي بيبقى فيها عداله. بالظبط. ان الحكم يسعى لتحقيق العداله في المباراه. بالظبط. تمام. الحكم هو مش حكم لوحده. مظبوط. هو اللي بياخد القرار، لكن هو عنده ما شاء الله مساعدين. دلوقتي اربع مساعدين ومعهم الحكم الرابع، بس هو طبعا هم الاساسيين، الاربع حكام مساعدين. بالظبط. انا بقى لما اشوف حكم بيسعى، المفروض ان هو بيسعى لتحقيق العداله وعنده أربعة مساعدين وما بياخدش رأيهم، يبقى هو كده قصر؟ طبعا. بالظبط. طبعا. طيب ده قصر في حق نفسه. طبعا يبقى قصر في حق نفسه. بس على لتحقيق العدالة. بالظبط، هو كده يبقى قصر في حق نفسه. لو عندنا الحكم جات له مساعدة من مساعد الحكم، أصل خلي بالك المساعدة يا كابتن عبد الحميد بتيجي استشارية، يعني بيقولوا لا الكرة دي فاول، هو ممكن يسمع قرار المساعد أو يصمم على قراره. بالظبط. بس كده خلاص في واحد تاني بيساعده. طالما إن في واحد تاني بيساعده يبقى ممكن نوصل لشكل أفضل يعني. ومعظم الحكام هنا بيصعب بقدر في حدود الإمكانيات المتاحة ليهم. إحنا كل فترة بقالنا مثلا حوالي 10 سنين الحكام بيعملوا حاجات باجتهادات نفسية، باجتهادات فردية. فردية. تمام. اللي يجيب مثلا مرة اشتغلنا بالموبايلات، نزلنا احنا حكمنا بموبايلات قبل كده بالتليفون المحمول زمان من حوالي 8 سنين او 9 سنين، التجربة يعني نجحت بنسبة 20%. بعد كده اضفنا بقى لنا موسمين بالسماعات اللي هي مع الحكم المساعد. الاول ما كانتش شغالة فعلا، وكل فترة يعني فيها تحسن يعني. يعني انت عارف الاول بصراحة ما كانتش شغالة. المانع ان اجيب سماعات نظيفة؟ ما هي دي غالية برضو يعني. بتتكلم في دولة المفروض مصر. انا معاك. المفروض حجم استثمارات غريبة. بالظبط. انا معاك في دي، انا معاك في دي. يعني ليه ما اجيبش سماعات نظيفة واجيب اجود السماعات يعني، واخلي الحكم سامع كويس الصوت واعمله تست صوت؟ بص، مش السماعه اللي هي بتاعت السماعات يا كابتن. انا فاكر السنه اللي فاتت اما جات لنا عم عملنا تيست صوت، اعتقد ده كان الخطا ان اتعمل التيست صوت في اوضه. فطبعا لما تعمل تيست صوت في اوضه غير لما تبقى ملعب في اوبن اريا، الدنيا بتبقى مفتوحه طبعا. بس السنه دي برضو يعني ايه، حسنوا من نوع السماعات. اتمنى طبعا الفتره الجايه
يبقى في سماعات زي ما حضرتك قلت بتقنية عالية وتبقى غالية، ما فيش مشكلة. احنا الدوري بتاعنا يعني من الدورات المدفوع فيها فلوس كتير يعني. اه بالظبط، ما ده اللي بيجنني يعني. انا قاعد دلوقتي بكلم حضرتك، ولو في حاجة بيكلمني فريق الاعداد بالظبط، فانا لو انا السماعه اللي معايا رضيئه، اولا انا لا اعرف ادير الحوار كويس بالظبط. هم طبعا انا قاعد، هم بينبهوني طبعا فريق الاعداد ما شاء الله عليه بينبهوني، المخرج بيقول لي حاجه كده، فانا لو مش سامع تخيل بقى، انا مش سامع هتبقى مشكله. هتبقى مشكله يعني. انا هيجي لي بص، لو مش سامع بقى هيجي لي واحد يقف ورا الكاميرا يقعد يعمل لي كده يلخبط زياده، كان احنا في الصم والبكم بجد والله العظيم. بالزبط. ده اللي بيحصل في الملاعب. ليه انا صعب على نفسي الموضوع وانا عندي دوري زي ما حضرتك قلت، وانا قلت استثمارات كبيره جدا. طبعا طبعا، ده انت لو قلت للنادي هاتوا لنا الانديه هاتوا لنا سماعات هيجيبوا لنا سماعات. مظبوط. انا فليه ما اخرجش من حته السماعات دي؟ وبعدين السماعه كمان يا كابتن سمير تحس ان عارف، فاكر النوكيا اللي هو 862 بتاع زمان ده، السلك ابيض وطالع، او 86 انا اسف. فليه ده عاوز اقول لك احنا مصر ودوري مصري ودوري، خلي بالك حضرتك بتقول لي الهاند فري ده بنسبه كبيره بيبقى بتاع الحكم، الحكم اللي بيجيبه بالظبط يعني، بتاع الموبايل بتاعه هو. ايوه بالظبط بحقيقي يعني بالزبط. فبيحطه في الجهاز عشان يعرف يسمع فيه يعني بالظبط، تبقى صعبه قوي يعني. ما دي المشكله يعني، دي المشكله يعني. وبعدين مش ثمنها مش غاليه يا كابتن سمير والله. لا حتى والله لو غاليه يعني، اعتقد اللي كانت موجوده دي كانت بحوالي 2000 يورو كده حاجه كده، حتى لو جبتها ب 5000 يورو غاليه هاتها، طالما انها هتفيد. لان انا عن تجربه شخصيه ما كنت بحط السماعات وانا مش سامع فيها بتضايقني. لا بالظبط بتضايقني، ببقى سامع صوت وش وذبذبات كده. انما في بعض الاوقات كان اللي بتبقى فيه سماعات بصراحه كويسه. واقول لحضرتك حاجه، الغريب ايه؟ السماعات بتاعت الاتحاد الافريقي اللي احنا بنلعب بيها لما بتلعب ماتشات بره رائعه رائعه. السماعات بتاعتنا طبعا فيها اختلاف جامد يعني. فيها اختلاف جامد. ايه بس دي نقطه ممكن تتحل، دي ممكن تتحل في خلال يومين. طب هل في تقصير يا كابتن سمير في حق الحكم المصري؟ حقه ايه؟ حقه ماديا، حقه خدميا، حقه نفسيا، حقه اعلاميا، مش حقه؟ بص حضرتك قلت اربع نقاط، انا فيهم تقصير في ثلاثه من اللي حضرتك قلتهم. اول نقطه طبعا بالنسبه للحاله الماديه، طبعا اللجنه دي عملت طفره جامده جدا جدا. كابتن عصام عملت طفره جدا في بدلات انتقال الحكام. طب كويس. يعني اترفعت من 1000 ل 1500 ل 3000، طبعا دي طفره رائعه. بعد ما جه كابتن هاني ابو ريده عمل بقى التنظيم بتاع صرف الفلوس. الاول الفلوس كانت ممكن تقعد سنتين ثلاثه وزياده انت ما تاخدهاش. يعني حضرتك سنه واثنين وثلاثه، ده كلام بجد يعني. دلوقتي لا، بقت العمليه حلوه، مثلا خلال شهرين مثلا، لو زادت خلال 3 اشهر هو وكل الدرجات. فمن الناحيه الماديه اتظبطت جدا. تمام. من الناحيه بقى الفنيه، اللجنه بصراحه بتعمل معسكرات دوريه. طب لا خلينا نناقشك في الحته الماديه. يعني مش عايز اعديها بصراحه. تمام. احنا عاملين الحلقه دي عشان نتكلم على التحكيم بصفه عامه. يعني انا كحكم كابتن مثلا سمير عثمان، بتحكم كم ماتش في الشهر؟ في الشهر كان ممكن مثلا حوالي 6 ماتشات. 6 ماتشات بس مش كلهم دوري ممتاز. يعني ممكن يبقى فيه 4 دوري. لا الدوري الممتاز، الدوري الممتاز ممكن على كفاءة الحكم بقى، ممكن كل اسبوع تلعب. يعني كل اسبوع ماتشات مثلا، 4 ماتشات كحد اقصى. بالظبط، حد اقصى. حد اقصى ماتشات في 3000 جنيه مثلا، بيبقى ب 12000. 12000 جنيه. 12000 طبعا. 12000 جنيه لما الناس تسمع، انا بتكلم يا جماعه على الحكم اللي بيحكم الدوري المصري اللي اللعيبه فيه ما شاء الله بتعدي دلوقتي الملايين الكتير قوي، يعني 30 و40 و20 و50 وحاجات كده بنسمعها غريب. حقيقي. هل 12000 جنيه خالص؟ بس بتكلم في كده. لا 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 طبعا، لا تقارن بمستوى الدوري المصري. طبعا الحكام بقى هتحبوني دلوقتي. خلينا ننتقدكم بقى. ما دي البدايه. لا طبعا، انت فعلا لو حكم سوبر هيلعب 4 ماتشات في الاسبوع، في الشهر، يعني 12000 جنيه هو مش هياخدهم على طول، برضه هيستنى شويه عليهم. طبعا لا تقارن بمستوى الدوري الممتاز بفرقه المؤخره اللي نزلوا مثلا السنه دي. مكافاه المباراه تعدي طبعا. ده انا بتكلم فيه. طبعا دي تاثر، دي كمان المفروض تشجع الحكم. عارف حته العنصر المادي ده برضه اما يبقى مجزي يشجعك انت على بذل اكثر جهدك في المباراه، تبذل مجهود اكثر. بكلمك بصراحه يعني، انا ما بحبش كلمه العمل التطوعي والكلام ده. الحكم كمان، انا اسف ان بقطعك بس بنتكلم في كلام مهم جدا. الحكم كمان لما انت تدي له فلوس مجزيه بالنسبه له، هو يحافظ ان هو قوي على الموضوع. انا مش عادي يعني، مش هتفرق معايا بقى 3000 جنيه، انا ايه يعني لما اغلط؟ مظبوط، واخد بالك؟ مظبوط. وحاجه ثانيه، نسبه التركيز هتزيد مثلا 1000000%. هي هتزيد. وحاجه ثانيه برضو يا كابتن ميدو، انت بتتكلم كمان على الشكل العام. الحكم ده اصله وجهه، وجهه للاتحاد المصري، وبره الملعب بالظبط ليه متطلبات اكتر. بالزبط. لازم يبقى شكله كويس، يبقى لازم يروح المباراه
بشكل محترم، يخش المباراة بشكل محترم، راكب مواصلات سواء عربيته أو راكب مواصلة تانية، لازم برضه يبقى شكل كويس وهو داخل. فطبعا ليه متطلبات مادية، مادية مهمة جدا. تمام، مهمة جدا. تمام. فده عنصر إلى حد ما يعني علاجه سهل. تمام، مش صعب. تمام. طيب خلينا نبعد عن الحتة المادية، الحكم تمام. بيروح بعربيته؟ المفروض يروح بعربيته طبعا. المفروض بس هو الصح، الصح مثلا لو مباراة فيها مباراة جماهيرية أو مباراة مهمة، لا يفضل طبعا المفروض يعني يبقى يتفقوا كلهم طاقم الحكام اللي هم 6 حكام يتفقوا، يبقى في مثلا عربية مخصوصة من الاتحاد المصري لكرة القدم هي اللي توديهم لداخل الاستاد. ليه؟ يعني دي أنا كنت بواجهها مثلا وأنت داخل المباراة، لو أنت مثلا واحد معروف وأنت داخل، الأمن هيسهل لك الطريقة وأنت داخل لملعب الكورة، عارفينك انت الفلان الحكم مباراة الحكم ده بيسهلوه بيسهلها لك. انما لو واحد مش معروف بيعاني جدا عشان يخش المباراه. فطبعا لما تلاقي مساعد الحكم برضو لسه مش معروف مثلا او الحكم الرابع بيتعب جدا عشان يخش الملعب، طبعا دي بتبقى صعبه. اتحاد الكوره ما بيجيبش ليموزين شيك كده للحكام يتجمعوا، ولا حكام مثلا بيجي من بلد ولا لا؟ انا بتفق معاك، دي ممكن تتعمل في المباريات المهمه اللي فيها حاجه جماهيريه. لا انا مش بتكلم على المهمه، انا بتكلم انا دلوقتي انا اسف يعني قلت تمام. مش بتكلم على المهم، مش بتكلم على الاهلي او زمالك او اسماعيلي، انا بتكلم على قيمه الحكم. قيمه الحكم لما يدخل لي الحكم حتى مباراه ترسانه واسكو، هو ده صح، حتى مباراه دوري درجه ثانيه، لما يدخل الحكم في عربيه شيك كده ونازلين مع بعض لا برضو الموضوع بيفرق. والله بص بدل زي ما جاب لهم الكابتن عصام عبد الفتاح نظيف، بص هو ده انا عايز اخلي الحكم المصري بتاعي له هيبه قبل ما يدخل الملعب. برضو دي نقطه من نقاط السهل تنفيذها مش صعبه. يعني اكيد الاتحاد المصري متعاقد مع شركات الليموزين حضرتك بتتكلم عليها. انت في الاسبوع عندك مثلا 7-8 ماتشات مفيش مشكله، اما تبقى حتى لو الماتشات اللي بتبقى في اسكندريه او في الاقاليم، لا هم يروحوا بمواصله العربيه تخرج من الاتحاد المصري لكره القدم. بس في نقطه بقى يا كابتن، بيبقى الحكام متفرقين، يعني انا جاي لي مساعد حكم من اسيوط وفي واحد جاي لي من اسكندريه، ممكن يتقابلوا في نقطه معينه مثلا. ممكن يتقابلوا مثلا ماتش في اسكندريه، ممكن يتقابلوا مثلا في منطقه في اسكندريه او في الاوتيل. لا ده يعني الاوتيل بقى في منطقه اسكندريه في كره القدم. يا جماعه احنا نتقابل التحرك بتاعنا الساعه 2، يتحركوا الساعه 2 بشكل كويس يخشوا. ليه؟ خلي بالك الجماهير برده اما ترجع الامن هيبقى موجود، الدخول مش هيبقى سهل بالزبط. والحكام كلهم مش معروفين. كمان انا ممكن اعملها يعني كدعايه، يعني انا ممكن اجيب شركه ليموزين والحكم هو نازل اكيد التلفزيون بقى جايبين جبنه ليموزين للحكام بقى ايوه صح فالكاميرات هتتصور. والله انت هتشغل ناس كتير، نوع من انواع الدعايه. ايوه مظبوط، انا معاك، ونوع من انواع القيمه ان انا بديها لك. خلي بالك الافكار اللي انت بتقولها دي بفلوس. والله العظيم انا والله يعني كده انت بس ده عم حق رعايه لازم دلوقتي لسه جاي في التيل بقى، انا عمال اجيب الحاجات الكويسه. لا ده يعني دي في صالحك دي يعني. بصراحه الكابتن حسام انا كنت بحبه جدا ولا زلت بحبه جدا بصراحه، هو تمام. هو مقنع قوي تمام. بس حصل في الفتره الاخيره ما تفهمش في حاجه بتحصل انا مش فاهمها. قول لي زي هنعين إيه؟ لا هنشيل، لا هنحط، لا هنجيب تمام. طب السؤال الاول، انا مش عايز اتطرق لحاجه انا مش طرف فيها كنادي اهلي او قناه نادي اهلي، لكن انا بتكلم للجماهير. هل من حقي انا كنادي ان انا اطلب حكم اجنبي وادفع فلوسه؟ حقي الشرعي ولا في حق مضاد اللي هو لا انا كاتحاد كوره؟ بص يا كابتن قلت لا. اوكي، المتعرف عليه المباراه الوحيده انت بتجيب لها حكام من الاجانب هي مباراه الاهلي والزمالك. لا انا مش بتكلم عن المتعرف، انا بتكلم على اللائحه. في اللائحه بقى، هل في اللائحه بند ان انا اجيب اي نادي اي نادي ايا كان اسمه اي سي مثلا من الانديه طلبت حكم اجنبي؟ هنتكلم ماتش مهم جدا للمنصوره وميت غمر مثلا، اي حاجه عاوزين حكم أي اجنبي اي نادي يطلبوا حقهم ان يطلبوا ويدفعوا المقابل المادي. بس في نفس الوقت حق الاتحاد المصري يقول او لا. دي مهمه جدا، اعتبر حق دي مهمه جدا. انا اللي بدير، الاتحاد المصري هو بيدير، يعني حتى لو جاب لي الفلوس لا والله انا هجيب حكم مصري هو اللي هيدير المسابقه. حق الاتحاد المصري زي ما حق النادي يطلب طلب في يعني الطلب في والتنفيذ. انا عايز، انا والله ما اعرف القصه دي. في اللائحه مكتوب ان من حق اي نادي ايا كان اسمه ان هو يتقدم بطلب لاستخدام حكام اجانب بدفع قيمتها او دفع قيمه ماديه، ومن حق الاتحاد المصري ان ياخد او لا. طبعا طبعا دي في اللائحه. طبعا طب لو اهلي وزمالك من حق الاتحاد المصري برضه ياخد؟ بص يا كابتن عبد الحميد، الاهلي والزمالك دي كان ليها وضع تاني بسبب قرار وزاري كان اتخذ من فتره في الثمانينات. قال لك لا مباراه الاهلي والدليل على كده مباراه الاهلي والزمالك اتحملها مين؟ الدوله. انما مباراه تانية انا كنادي دلوقتي عاوز ماتش
عاوز العب مثلا فرقه المحله وانا مثلا فرقه مثلا طنطا مثلا طنطا هيدفع فلوس مش الاتحاد المصري بيدفع فلوس. ده الفرق، عشان ده الفرق بين ماتش الاهلي والزمالك اللي انا بديت بيه ده، الدوله هي اللي بتتحمله، الدوله بتتحمله. انما الماتشات الثانيه اللي عاوز هيدفع فلوس، بس انا كاتحاد مصري انا اللي بدير المسابقه، حقي اقول او لا. ده بند اصيل طبعا. طبعا هو اللي بيدير المسابقه، لان الاتحاد المصري ده منتخب من جمعيه عموميه. انا ما كنتش اعرف كده. لا ده حقه الاصيل طبعا. بس متاكد؟ خلي بالك. لا متاكد طبعا، قصدي خلي بالك. انا بتكلم من حته منطق، منطق. انا بدير خلاص، انا بدير وهم اللي جابوني خلاص، هو ده القرار. اصلا لا انا كنت متخيل ان انا كاي نادي يطلب انا عايز حكم اجنبي وفلوسه هي اتفضلت. ما انا ممكن اقول لك جيبوا لي حكم اجنبي. ممكن اقول لك واكد لحضرتك، لا انت دلوقتي جاي تطلب حكم اجنبي خلاص قبل الماتش ب 72 ساعه. الاتحاد المصري بيعمل ايه؟ بيبعت مثلا 7 أو 8 فاكسات او ايميلز للاتحاد، الاتحادات اللي هيجيب منهم تمام. لو قالوا لك لا وارد، تعمل ايه؟ يبقى لازم حكم مصر. لا احنا نقفل القصه، نقفلها. من حق الاتحاد المصري ان هو يرفض او يقبل. بالظبط كده. ومن حق النادي انه يطلب بلا اسباب. هو يقول لك لا انا بثق في الاتحاد، في الحكام المصري. يعني ما يسببش. لا انا يسبب. رفضت يا جماعه وخلاص. بالظبط. انا هجيب حكم مصري. بس يفضل يا كابتن عبد الحميد لو انت عاوز المسابقه سليمه العمليه تدار غير كده يعني. زي تعرف ايه الاسباب؟ انت عاوز حكم مصري، عاوز حكم اجنبي ليه؟ ما انت ما في فرقه توصل لنهائي مسابقه معينه، لنهائي مسابقه معينه، هيوصل بالحكم الاجنبي ولا الحكم المصري؟ وصل بالحكم المصري خلاص. بس وصل ليه؟ افندم؟ ده وصل بس وصل. عارف عارف اللي بقى مناخيره فيها حته بينه وبين الهوا كده عشان ما يغرقش. لا والله انا متفق معاك يا كابتن ان التحكيم انسان. بالظبط. معرض للخطا ومعرض للصواب، بس احنا اتفقنا ان هو يسعى ان هو يحقق الصواب. مظبوط. تفتكر في حاجه بتحصل غير كده؟ يعني في حكم مثلا بيتعنت، في حكم انا طبعاً. انا بحكم للاهلي اللي افرض عضلاتي شويه. بص خلي بالك انا بتكلم وانا ماليش علاقه خالص بلجنه الحكام الرئاسيه، انا بتكلم كسمير عثمان. تمام. الحكم الدولي السابق المفروض. في حكام كده وفي حكام كده. بس الحكم اللي بيتعنت او اللي بيقول لا انا لازم اعمل منظر على الاهلي او الزمالك، الحكم ده موجود بس عمره قصير، عمره قصير قوي يعني. ما يقدرش يكمل حتى لو كمل موسم او موسمين او ثلاثه، وده في منهم موجود بس بيبقى قليلين. ودي طبعا مسؤوليه اللجنه على طول بتقاوم الحكم ده وبتشوفه يا يمشي على الطريق السليم يا تستريح منه. انما كل الحكام بعد كده لا، كل حكم عاوز ينزل المباراه، عاوز يبقى هو الناجح في المباراه، عاوز يبقى نجم المباراه. فدي الاجابه على سؤال حضرتك. طيب انا عاوز يعني بقى نشوف بعد كده بقى، انت شكلك بتحضر حاجه اقوى يعني. لا واخدها سنه سنه. لا خالص والله. لا خالص. انا كان يهمني جدا اعرف هل من حق الاتحاد ان هو يرفض طلب من احد الانديه ان هو يستقدم حكم اجنبي ولا لا. حضرتك قلت لي من حقه. زائد ده اللي بيدير المسابقه يقول اه. جميع بقى يعني. انا كنادي اهلي، انا في نادي الاهلي اهو بتكلم في قلب نقاط نادي الاهلي. انا لو اهلي كمان تقدمت بطلب بحكم اجنبي، اتحاد الكره هيقول لك ماشي ولا يقول لا؟ يقنع بقى. ما هو ده لازم يبقى فيه نقاش. ما زي الانديه اللي بتطلب دلوقتي عاوزين حكم اجنبي، الاتحاد المصري لو قال لا لازم يقول له لا ليه؟ لازم. اللي بيدير المسابقه بقى او سواء مدير اتحاد الكوره يقول والله الاسباب دي نقدر نجيب او لا الاسباب دي ما نقدر ما نجيبش. طب نتكلم بالاقناع. اوكي. برضو والله يا جماعه مع اهلي وزمالك خالص، انا بتكلم للساده المشاهدين، انا بتكلم بما يرضي الله دايما يعني الحمد لله رب. انا بتكلم، انا قبل ماتش الاهلي والزمالك قلت يا جماعه ما نعفي الحكم المصري من الماتش ده بالذات عشان ان نادي، اتكلم بمنتهى الصراحه نادي الزمالك يعني هو كل امله انه يكسب النادي الاهلي عشان يطلع يقول للجماهير انا كسبت البطل. مظبوط. والنادي الاهلي هو بيلعب مباراه اللي هي جماهيريه، ان انا مش عايز ازعل الجماهير، لكن هو لا مفيش حاجه اساسا، الموضوع مزبوط. مش فارق. فنعفي الحكم لان ممكن يحصل اشتباكات، ممكن يحصل وحصل. مظبوط. حصل حالات تستدعي الطرد، اهلي او زمالك. مظبوط. وانا كمحمد حنفي ما اتعاملتش معاها باحترافيه بصراحه، انا كنت بمشي الموضوع. انا كحكم مصري بقى عايز اماين زي ما بيقولوا عشان انه يطلع اللقاء نظيف، لكن لو حكم اجنبي اتفضل احمر اتفضل احمر، الماتش ماشي زي الفل. طب اتكلم بصراحه بقى في الموضوع ده. طبعا اتكلم. انا كنت من اشد المتفائلين ان حكم مصري هو اللي يدير اللقاء ده. ماشي. والحكم المصري في المباراه دي، حكم المصري في المباراه دي نجح، وسلوك لاعبي الاهلي والزمالك هو اللي فشل. لا هقول لك بس اختلف معاك. استنى بس ما انا طب ما ناخدها نقطه نقطه. اتفضل. انا سيبت كامل زي ما انت عايز. ماشي اتفضل. بص انت بتقول الحكم المصري نجح بنسبه كام في الماتش ده؟ 95%. والسلوك اللاعبين صفر، السلوك العام صفر.
طب مين اللي بيتحكم في السبب؟ ما انا بس ما خليني بقى اكمل. يلا اتفضل. انت حضرتك قلت في الماتش ده يبقى ممكن فيه كروت حمراء. انا معاك. انا مش هتكلم على حاجه الفنيه. الحاجه الفنيه احنا حللناها. في ممكن الكره بتاعه سعد سمير اللي اتصف فيها ممكن توصل لكارت احمر. لا انا بتكلم على الحالات السلوكيه. انا بتكلم على الحاجه السلوكيه. بالظبط. حاجه السلوكيه. احنا بقى لنا زياده عن 25. انا بتكلم عن نفسي بقى لي 25 سنه حكم. وحضرتك لعبت زيهم بالظبط. انت بديت واحنا بدينا مع بعض. تمام. هل السلوك ده كان طبيعي من لاعبي النادي الاهلي والزمالك كابتن؟ ما كانش طبيعي. ما كانش طبيعي. لو كان حكم انا اقول حاجه، لو كان حكم اجنبي صدقني ما كان السلوك ده هيتم. بالظبط. ما بالظبط ليه بقى؟ قول لي الحكم اللعيب المصري. عارف هقول لحضرتك حاجه، عارف محمد الحنفي في المباراه دي هو وطاقم الحكام عمل 65 قرار تحكيمي. ال 65 قرار تحكيمي يا كابتن محمد كلهم سلام 100%. وده نادرا تحصل في مباراه ان 65 قرار تحكيمي سواء ساعد الحكم او الحكم. طيب انا بتكلم من الناحيه السلوكيه بقى، كم حاله كان المفروض يتعامل فيها؟ انا مش هتكلم عن حاجه، انا بتكلم في النقطه. تخيل لما المباراه في الدقيقه 6 تحصل خناقه اللي هي بين لعيب بتاع تونس اسمه معلول، لا لعيب تونس بتاع الزمالك و نقاز حمدي النقاز وعمرو السوليه. حاجه جديده انا ما شفتهاش، خناقه بيتخانقوا في الملعب. طبعا دي الحاجات الفنيه خلاص ما فيهاش مشكله. تمام. انما يا ريت يجيبوا مثلا في الدقيقه 6 يا ريت يجيبوا يا ريت مثلا يجيبوا. خلينا يا جماعه خلينا هنطلع الحالات دي، بس خلينا نتكلم في العموم لان الكلام مهم جدا بصراحه. اتفضل يا كابتن. اما تيجي مثلا في الدقيقه 6 يا كابتن، الخناقه اللي حصلت او الدقيقه 5 ونص بين اللعيبه بين عمرو السوليه كان بيكمل الكوره وحمدي النقاز. تمام. ده حاجه غير طبيعيه. يعني انا دي بصراحه ما شفتهاش غير طبيعيه. انا بعاتب على محمد في كوره زي دي، كان لازم يجيب اللعيب ده ويجيب اللعيب ده ويكلمهم بشده وكارت اصفر هنا وكارت اصفر. طب ما تجاوبني بقى على سؤالي. اتفضل. مين اللي بيتحكم في السلوك العام للمباراه؟ اللاعبين بس، اللاعبين الحكام بس بمساعده سلوك اللاعبين. بص الحكم الحكم بس بمساعده اللاعبين برضه. طب لا يمكن الحكم كابتن الماتش ده كان عامل بالظبط. طب ما اختلف، بس انا هقول لك عارف الماتش ده كان عامل زي ايه بالظبط؟ زي مدرسه المشاغبين. انت جايب مدرسه كويسه جدا سهير المبلي بالظبط، يعني مع ناس في الملعب كانت يعني أكلمك في نطاقي. انا كنادي اهلي لما بيجي اللعيب مش شكل النادي الاهلي بيعمل ايه؟ يا اما بيدخل يهندمج، لا يا اما بيطلع بره. بالظبط. صح مظبوط. طب ما انا يبقى مين اللي بيتحكم في الموضوع؟ الاداره. اللي مين اللي بيدير المباراه؟ الحكم بس. حكم المباراه بس. ما كابتن انت في كوره، بص ما هل ده سلوك؟ هل هنا بقى هنا فين الحكم يعمل ايه؟ ما بالظبط. عارف الحكم هنا يعمل ايه؟ كان عنده حاجه من اتنين. بس انا هقول لك حاجه، بص يا كابتن خلاص الكره هيتلعبت. بص خلاص دي حاجه ماشي كمل. طب نرحب، قول لي لا الحكم يعمل ايه بقى في حاجه زي دي؟ نرحب بكابتن ياسر عبد الرؤوف، ناخد رحب بيه. كابتن ياسر. كابتن عبد الحميد ازيك وتحياتي ليك ولضيفك النجم الكبير كابتن سمير عثمان. مساء الفل يا كابتن ياسر. مساء الفل يا كابتن. عامل ايه؟ والله الحمد لله في نعمة. الحمد لله. عمال اتخانق انا والكابتن سمير، كنت يعني كان نفسي ابقى موجود معانا في الخناقه دي عشان تطلع علينا كروت. هو انت ما بطلتش خناقه في الملعب؟ لا خالص. يعني كابتن ياسر الاول كل سنه وحضرتك طيب. طيب ربنا يخليك يا رب. بنتكلم في المستوى التحكيمي بشكل عام، وكنت بختلف انا والكابتن سمير في حاجه يا ريت حضرتك برضو تقول لنا رايك فيها. كابتن سمير بيقول ان الحاله السلوكيه في الملعب بيسال عنها اللاعبين زائد الحكم. انا بقول لا، هو بيسال عنها الحكم بس. لا هو طبعا بيسال عنها الاثنين. تمام. اللاعبين والاجهزه الفنيه ده جزء والحكم ده جزء. تمام. احنا دايما بنقول ان عامل من عوامل نجاح المباراه سلوك اللاعبين وسلوك الجماهير والسلوك العام للمباراه نفسها. تمام. وبناخد من جزء ثاني تطبيق الحكم للقانون وسيطرته وطريقه ادارته للمباراه. تمام. فهم معادله بتكمل بعضها. طيب تمام، انا متفق معاك في الجزئيه دي، لكن انا بقول ان صاحب القرار هو الحكم، هو صاحب الصفاره، واللي بنشوفه بيحصل في ماتشات بيبقى يحكمها الحكام الاجانب غير اللي بنشوفه في ماتشات بيحكمها الحكام المصريين. يبقى انا بتكلم بادله وبراهين، يبقى اذا صاحب القرار هو الحكم. خلي بالك يا كابتن عبد الحميد، الكلام ده بيحصل في الدنيا كلها. اتفضل. ولكن بنسب مختلفه. يعني كابتن سمير طبعا كان حكم دولي كبير وعارف ان هو كان بيحكم ماتشات في افريقيا تبع الكاف او في الاتحاد الدولي تبع لبطولات الاتحاد الدولي بتبقى اسهل من التحكيم في الدوري المحلي.
نفس الوضع بالنسبه للحكم الاجنبي لما بيجي هنا، البطوله المحليه بتاعته بتبقى اصعب من اللي هو بيحكم فيها بره بلده. ولكن نسبه السلوكيات اللي هي مش كويسه هي اللي بتختلف. يمكن احنا عندنا الموسم ده يعني كانت في اعلى مستوى ليها ماتش الاهلي والزمالك. عايز تقول ان الحكم اثر؟ ممكن اقول لك ان الحكم اثر نوعا ما. ولكن لو احنا برضو اتكلمنا وقلنا الحكم طبق القانون بنسبه 100% بعد ثلث ساعه هيلاقي نفسه لوحده وهو والطعم اللي معاه. طب ليه يا كابتن ياسر؟ طب ليه لما يطبق القانون بنسبه 100% ما يلاقيش ان هو بقى فيه التزام وفيه التزام جامد جدا كمان بعد ما يطرد اثنين، واحد من الاهلي وواحد من الزمالك؟ انا بكلمك وانا في الاهلي. هي مش المشكله ان هو يطرد واحد من الاهلي ولا واحد من الزمالك ولا اثنين من الاهلي ولا 10 من الاهلي ولا 10 من الزمالك، مش هي دي القضيه. القضيه كلها ان انت ما بتتقبلش القرار بتاعه. ما ايه؟ هي دي المشكله، ما بتتقبلش القرار بتاعه. تمام. اللعيبه بتوعنا ممكن بيتخانقوا على قوي، ممكن بيتخانقوا على ركله مرمى. فالكلام ده مش موجود في الدنيا كلها بصراحه. طب يعني انا قاعد دلوقتي بتفرج على الدوري السعودي، على نهائي الكاس السعودي، مفيش اعتراض خالص. عشان في قانون يا كابتن ياسر، ماشي. عشان في قانون وعشان في صرامه من الحكام. وفي عايز اقول لك حاجه، اللي اهم من تطبيق القانون واللي اهم من الحكم لازم يكون في لوائح رادعه. بالظبط، ما ده اللي بتكلم فيه. ما ده اللي بتكلم فيه. عايز اقول لك حاجه، يعني انا حضيف النهارده جزئيه انا ما كنتش بتكلم فيها قبل كده. لا اتفضل. فلوائح رادعه لكل العناصر بما فيها الحكم اللي بيتجاوز. بالظبط. يعني كل مره كنا بنتكلم على الاجهزه الفنيه وعلى مجالس الادارات وعلى الجماهير، لا انا كمان هدخل فيها سلوكيات الحكام. بالظبط. يعني يا كابتن ياسر، كابتن ياسر انت بتتفق معايا ان المباراه دي مشترك فيها سلوك اللاعبين مع الحكم، الحكم مش لوحده. يعني عشان الحكم يقدر يعدي من المباراه دي هاتوا، يعني انا وياسر وهات واحد تاني. هتجيب اي حكم هتلاقي اللي بيقوله ياسر هو اللي بيقوله سمير. اجيب لعيب كوره. دي الحقيقه، دي الحقيقه. والله اتفضل يا كابتن ياسر. اتفضل. انا عايز افكرك وتحكي لكابتن عبد الحميد ان احنا في بعض الاحيان كان في لعيبه جوه الملعب هي اللي بتساعدنا في اداره المباراه. بالظبط، برافو عليك. برافو عليك. انت 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 يعني شايف بقى من الـ من من الدوري الممتاز ومن اللعيبه النجوم من الكلام ده، انت كنت بتاعك ممتاز بيه بتنشر على لعيب هو اللي بيسيطر على الفرقه. عبد الحميد كان بيساعدنا في الماتشات. والله كنت بساعد الحكام. اه والله. انما في الماتش ده تعالى بص وشوش اللاعبين يا كابتن ياسر في الماتش ده كلها منتظره المشاحنات. طب كلها أنا كلها طب يعني. طب انا اطرح السؤال بشكل ثاني يا كابتن ياسر. انا ككابتن ياسر عبد الرؤوف معروف عني ان انا حكم هتعمل لي مش عارف ايه وهتعمل لي مش عارف ايه، هتلاقي الكارت الاحمر في وشك. تمام؟ تمام. بعد كده لما الكابتن ياسر يجي يحكم ماتشات ايه اللي بيحصل في الملعب؟ بصراحه بصراحه. لا هو انا عايز اسالك انت كلاعب، انت كنت بتحس بايه وياسر جاي لك او فهيم جاي لك او سمير جاي لك او اقول لك كنت بحس بايه؟ كنت بحس بشخصيه الحكم، عارف ان الكابتن ياسر عبد الرؤوف شخصيته عامله ازاي؟ عارف الكابتن سمير عثمان شخصيته عامله ازاي؟ عارف ان الحكم سي مثلا شخصيته عامله ازاي؟ كنت بتعامل معاه بناء على الشخصيه بتاعته. تمام. عارف ان انا ممكن اتدلع على الحكم ده شويه. حافظ ردود الافعال. بالظبط. عشان كده بكلمك. عشان كده بقول لك السؤال بتاعي. انا بتفق معاك، انا بتفق معاك ان الاداره حتى الاداره ليها حدود. بالظبط. وان الكياسه ليها حدود. بالظبط. كل حاجه في المعيار بتاعها او في النسبه بتاعتها بتبقى كويسه. تمام. لو زادت. تمام. لو زادت. تمام. هنتناقش بقى في اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي. تمام. هل الحنف بالغ في ان هو يدير وان هو يحافظ على المباراه؟ هل كان في اسلوب ثاني ممكن ان هو يدير فيه وينجح؟ يعني بص عوامل كتير يا عبد الحميد، بس احنا عايزين نقول في الاخر ان الحكام المصريين بيحكموا في ظروف صعبه. خلي بالك يا كابتن ياسر، احنا من اشد الداعمين في النادي الاهلي وفي قناه النادي الاهلي للحكم المصري، من اشد الداعمين ودايما في دار الحكم المصري لابعد ما يكون يعني، وزي ما انت عايز تقول قول، لكن انا بتكلم ان الحكم المصري لازم يبقى برضه هو جريء شويه، ما يعملش حساب لمين وما يعملش حساب لفلان وعلان كده. يعني كابتن مثلا كابتن محمد الحنفي، لو كابتن سمير عثمان لسه دلوقتي بيقول حاله السليه والنقاز، شاف ضرب اتفضل مع السلامه بره الاثنين، هتلاقي الدنيا. بص ياسر، انا اتكلمت مع كابتن عبد الحميد في الحاله دي، قلت له الحاله دي ليه حاجه من حاجتين. تمام. لازم طبعا محمد ياخدهم على جنب ويكلمهم كلام قوي وعنيف، ويبقى كارت اصفر كارت اصفر من وجهه نظر. بالظبط. ده اسلوب. تمام. في سياسه ثانيه، في سياسه ثانيه يقول لك كارت احمر هنا وكارت احمر هنا. تمام. دي سياسه ما احبهاش في حاله زي دي في وقت زي ده. في اول خمس دقايق انا بدير مباراه. بالزبط. حكم المباراه مش بيحكم، بيدير المباراه. ولا رايك يا ياسر في اللي انا قلته؟ ايه كنت هتعمل ايه؟ بص طبعا كلامك مظبوط، بس انا عايز اضيف عليه حاجه صغيره. اتفضل. انا مش بختار اصفر ولا احمر. انا الحاله اللي قدامي بتفرض عليا توديني الاصفر ولا الاحمر.
الحاله اللي انت بتتكلم فيها اللي هي بتاعت النجاز وعمرو السوليه وجنش، الثلاثه ياخدوا انذارات. تمام بالظبط. العامل عمرو السوليه ما يوصلش لمرحله الضرب بالظبط، ده هو يعتبر دفع في الوجه. جنش برضه احتك بيه، النجاز مسكه من الشورت وبعد كده مسكه من التيشيرت بطريقه مش كويسه. الثلاثه ياخدوا انذارات. اه ده اللي انا ياسر، ده الطبيعي، هل ده الطبيعي كان يحصل في مباراه؟ ده اللي بقوله كابتن عبد الحميد، في المباراه دي حصلت حاجات كتيره غير طبيعيه. بالظبط، يعني ما ده اللي انا بقوله بقى، في المباراه دي حاجه غير طبيعيه. طب يا كابتن ياسر، الحالات التحكيميه المثيره للجدل مع الكابتن محمد الحارثي، هل كانت ممكن تخرج المباراه بشكل احسن من كده؟ يعني بحيث ان انا ما اعترضش انا كاهلي كزمالك، حالات تحكيميه، ضربات جزاء، حالات طرد، ضرب من الخلف، شفتها ازاي برضه؟ خلينا نقول ايه، ان الحالات المؤثره في المباراه الطعم نجح فيها، بمعنى ركله الجزاء سليمه، الاهداف سليمه، في كان احتكاك من غير كوره، كان تقدير المساعدين اللي ساعد حنف فيه كان سليم. نختلف بقى في كام لعبه. ممكن تبقى اهمال، لا ركله الجزاء بتاعت الاهلي، هو عملها اهمال، ركله الجزاء بتاعت النادي الاهلي. اتفضل، جت في الايد، وده وارد. وخلي بالك كل النقد اللي اتوجه للحنفي مش نقد في الفنيات، ولكن نقد في تنفيذ الكروت الصفراء والكروت الحمراء. هو ده النقد اللي اتوجه للحنفي. بالظبط، لانه ممكن يغير سير المباراه تماما. يعني بص ياسر، انا قلت ان محمد نجح بنسبه توصل ل 95% بنجاح للمباراه، من 90 ل 95%. في الظروف اللي هو كان فيها واللي ما حدش بيساعده غير ربنا والطاقم اللي معاه، اتفق معاك بنسبه كبيره طبعا. شفت يا كابتن؟ تعالى حكم تاني وانا وياسر نحكم لك بقى. يا ريت. شفت؟ قال لك 95 زي ما انا قلت. كابتن ياسر عبد الرؤوف، شكرا جدا، حكمنا الدولي السابق، شكرا جدا وشرفتنا ونورتنا. قول لي يا كابتن. ادي ضربه الجزاء يا كابتن. كانت حاجات غير طبيعيه والله في الماتش ده. في الماتش ده في كوره الشناوي طلع يتخانق فيها، وبعد كده طارق حامد ما كانش برده في حالته الطبيعيه برده من قمه الاعتراضات. يعني الماتش يا رب ده يتمحي من الذاكره بصراحه بسبب سلوك اللاعبين. هو كان دي ضربه الجزاء اللي اتحسبت سليمه. معروف معروف ان بص ضرب، بص بص، بعد كده اللعيب بتاع النادي الغالي بن احمد فتحي راح يتخانق بعد ما الاهلي جاب جول. عايز الكوره، الكره خلاص بقت في نص الملعب. وخلي بالك القانون بيحتم ان اللعيب اللي فرقته احرزها ما يجيبش كره من الجول، ده ياخد انذار. بس هنا الغريب ان الكره كمان، وده طبعا كل ده مش طبيعي. ما ده اللي انا بتكلم فيه، كان لازم هنا انذار، حكم اجنبي مش ما ده كان لازم انذار، ما ده كان لازم انذار. ما بقول هو اللعيب مش هيعمل كده. ما بقول لك الفرق فين بقى؟ الفرق فين؟ اللعيب ليه بيحترم الحكم الاجنبي وما لا وبيحترم المصري؟ لا بص يا كابتن صدقني بيحترم. في بص يا كابتن، في لعيب، في لعيب، بص هنا الكره دخلت جول. بص افرجك حاجه، بص افرجك حاجه، بص الكره دخلت جول خلاص تمام. بص الكره هتروح فين؟ بص الكره ما بتتعاد، مشوها مشوها ماشي ماشي. اهي بص الكره اهي، بص بص طلعت بره، في كره ثانيه اضافيه خلاص. احمد بيعمل ايه؟ غالبا ده احمد فتحي رايح يكلم اللعيب ليه؟ ما انا ما بقول لك في كانت حاجه مش طبيعيه دي، ما تقوليش فيها حكم. عارف بقى كانوا حكم اجنبي ما كانش حد هيروح له. بالظبط. طب هي دي مشكله مين؟ بالظبط، هي دي مشكله حكم والله. مشكله يا كابتن، يا كابتن شخصيه محمد شخصيه كويسه جدا، بس تعرض لمواقف كتيره جدا. طبعا شخصيه محترمه، مع احترامي الكامل ليه، انا مش بقول احترام او قله احترام للحكم، انا بتكلم على شخصيته هو، هو اللي يفرض احترامه على الجميع مع كروت. لا ما انا اختلف معاك بحته، شخصيه الحكم مالهاش دعوه بالكروت في البادي لانجوج. طبعا الشخصيه اخر حاجه الحكم يوصل لها هي الكروت يا كابتن. انا لازم اقنع اللاعب اللي قصادي بشخصيته الاول. انا اجنبي يا كابتن سمير، انا اعرفه. لا ما انا بقول لك البادي لانجوج. لا يا كابتن حبيبي خلي بالكم، البادي لانجوج دي بند كبير في قانون كره القدم محطوط، اللي هو اللي هي لغه الجسم. ازاي انت تروح تكلم اللعيب بشكلك، بعينيك، بحركتك، بجسمك، قبل ما تديله حته الكروت. طبعا دي تمام. مهمه جدا تمام. دي لغه متعارف عليها عالميا تمام. انما انا بتكلم يعني لو خرجنا الماتش ده من ذاكره ماتشات القمه، لا صعبه صعبه. لا انا بتكلم انا عايز اوصل ليه يا كابتن سمير؟ انا عايز اوصل للحكم المصري، خليك ما تخافش. ما كابتن الحكم المصري، انت لو هتكلم الحكم المصري بمقارنته بقى لاتحاد الكوره، سوري مقارنته لكره القدم المصريه، الحكم المصري في حته والكره المصريه في حته ثانيه. الحكم المصري هو الوحيد اللي بيروح كاس عالم كل دوره ما عدا دورتين فاتت. الحكم المصري هو الوحيد اللي بيروح كل اولمبياد من ساعه ما اتعملت. انت احنا كم مره رحنا كاس عالم؟ مرتين ودي الثالثه صح؟ انا بقى كحكم مصري رحت كم مره؟ 7 مرات. وخلي بالك ده اجتهاد شخصي. يعني كل حكم راح كاس عالم ده اجتهاد شخصي، محدش بيقف معاه. اتحاد الكوره في الاخر بيبارك له. انما بيتمرن ازاي، بيتعالج ازاي، ماتشاته اللي بره ازاي، مفيش.
يعني دي مش موجوده خالص بصراحه. تعال نريح شويه براحتك. يلا نروح نشوف تقرير عن اراء الجماهير في اداء الحكام هذا العام ونرجع لحضراتكم على طول. موجود في ازمه، مش ما هم المستويات مختلفه وما بيجتهدوش، يعني لو في مثلا 3 4 بيجتهدوا بقيه المجموعه ما بتجتهدش. يعني لو هنتكلم على المشاكل مثلا بتاع الحكام الرابع في جوان بتبقى اول خامس، الاجوان اللي هي بتتحسب اوف سايت وجوان بتبقى صحيحه ما بتتحسبش، وضربات جزاء ما بتبقاش موجوده بتتعمل، طلعت فرق ونزلت فرق، حاجات كتير قوي، مشاكل كتيره موجوده في الكوره، بس بقى اللي يهتم بيها. يعني الحكام كويسه، ما فيش حاجه زي الفل يعني الحكام، بس هي عاوزين ثقه من الاعلام شويه، وان يعني كل الحاجات اللي الضجه اللي معموله ديت بسبب الاعلام، لكن الحكام زي الفل وكويسين خالص يعني في مصر. انا بحيي المنتج المصري ايا كان ايه بقى، واخد بال حضرتك؟ فالحكام المصريه لو خدوا الثقه، ها، ولو خدوا الثقه هيبقوا كويسين، هي محتاجه بس شويه ثقه من الحكام. يعني في حاجات كتيره قوي بتبقى بالنسبه للنادي الاهلي ما بتتحسبش، وفي قرارات كتيره وفي حاجات كتيره قوي بيبقى النادي الاهلي بصراحه مظلوم بسبب الحكام. انما نسبيا انا ما شفتش زي الحكام الاجنبيه بصراحه. سواء الاخطاء، يعني احنا برضو بنشوف في بطولات اوروبا في اخطاء من الحكام الاجانب، لكن في مصر هنا انا هو احسن من السنين اللي فاتت، لكن في اخطاء وادت لخروج فرق من بطولات، زي اخر حاجه ماتش الاسيوطي ده كان ضربه جزاء تحسي خرجت فرقه من بطوله بغلطه حكم. لا هو كويس، انا شايف ان هو كويس والحمد لله الماتشات اللي فاتت كويسه، بس هو محتاج كنترول، بس محتاجين رقابه شويه على موضوع التحكيم عشان ما حدش يفكر ان في لعب او في حاجه، بس لكن انا شايف الدنيا الحمد لله كويسه. يعني بالنسبه للحكام المصريين، يعني بعضهم كويس وبعضهم وحش، وبيبصوا لون الفريدنا وبيخافوا من الصوت العالي ولكن بالنسبه لازم ندي فرصه ليهم، ندي فرصه للحكام المصريين على اساس ان هم يطوروا من نفسهم، لكن لازم في الماتشات الحاسمه وماتشات زي ماتشات الاهلي والزمالك وماتشات النهائيات دي عاوزه حكام اجانب مش حكام مصريين. اهلا بحضراتكم من جديد. ايه رايك يا كابتن؟ تقرير هايل. تقرير هايل. بص انا كتبت يعني من الناس اللي قالوا، في واحد قال ثقه من الاعلام، ثقه من الاعلام ده بصراحه دي لو موجوده صدقني مستوى الحكام هيبقى رائع. تمام. انا يعني انا حضرت برامج كتيره، اوكي، بس ده افضل برنامج بيتكلم، البرنامج اللي احنا فيه اللي انا مع حضرتك فيه ده، دي البدايه، خطوه سليمه ان تدي ثقه للحكام. احنا النهارده جايين مش بنقول مين وحش، ثقه في ضربات الجزاء ايه يدونا الثقه في ضربات الجزاء تشيل ضربات الجزاء. وبعد كده في واحد اتكلم في نقطة كويسة جدا بصراحة، قال لك المنتج المصري. يعني ده واحد بيثق في الحكم المصري. بس محتاج تطوير. في واحد ده طبيعي، أنا معاه الرأي ده طبعا، ده قال في بعضهم كويس وبعضهم مش كويس وده تمام. حقيقي تمام. في واحد قال لك بيخاف من الصوت العالي، في حكم فعلا بيخاف من الصوت العالي. والحكم اللي بيخاف من الصوت العالي ده لو 2 و3 لازم يطلعهم بره، ما ينفعش بالظبط، لازم يطلعوا بره. واحد قال التطوير، الاتحاد المصري ولجنه الحكام على طول ماشيه في التطوير. يعني الخمس ست اراء اللي اتعملوا في الريبورتاج دول يا كابتن بصراحه رائعين، وبيتكلموا باللي احنا بنقوله، يعني هم جمعوا الحوار بتاع اللي احنا قلناه من حوالي ربع ساعه. يعني شفت في قرارات اثرت على نتائج مباريات يا كابتن؟ اه طبعا فيه. ولسه فيه. والسنه الجايه فيه، وفي كاس العالم اللي جاي فيه. بالرغم، خلي بالك، بالرغم التقنيه الجديده او اضافه الاي في ار اللي هو اسيستنت فيديو ريفري اللي هيبقى موجود في كاس العالم ده، هيبقى برضو فيه اخطاء. تعرف الاسيستنت فيديو ريفري ده، حكم الفيديو المساعد ده، دول ناس برضو متجمعين بقى لهم فتره في كاس، داخلين ان شاء الله من ضمن الحكام كاس العالم، اختاروهم، دول هم اللي هيديروا الفيديو. تمام. دول بيبقوا 3 حكام في الغرفه، في غرفه استوديو في الاستاد هتبقى موجودين، وهيبقى في اتصال مباشر مع حكم المباراه. الاتصال المباشر ده بيتدخلوا في 4 نقاط فقط يا كابتن ميدو،
اللي هو هدف او لا هدف، ضربه جزاء او لا ضربه جزاء، الطرد المباشر والطرد الخطا. دول اربع حاجات الحكم المساعد الفيديو هو اللي تدخل فيها. بس يعني ده حلو قوي، ده جميل. انت عارف لو اتطبقت يعني في المباراه الاخيره بتاعت الاهلي اما سيد ابو حفيظ قال لك لا احنا عاوزين الفيديو، كانت تفرق معاهم جدا. لان في كورتين فعلا ضربه جزاء، ضربه جزاء وفي كره فيها التسلل. ما دي الاربع حاجات اللي الاتحاد الدولي قالها. هو احنا مش عايزين اكتر من كده. ما دي كان لو متطبقه طبعا كانت هتفرق طبعا مع النادي الاهلي. في ضربات جزاء كتير جدا، بتكلم على المستوى العام يعني ضربات جزاء كتير جدا. وخلي بالك مع الاخذ في الاعتبار يا كابتن ميدو، البروتوكول بتاعها بتتعمل ازاي؟ مين اللي هيطلب ان الكره دي تتشاف؟ هل اللعيب ولا المدرب ولا المدير الفني ولا مين؟ الوحيد اللي ليه حق يروح للحكم ويكلمه ولا واحد من دول، هو الحكم الفيديو المساعد اللي في الاستوديو فوق في الاستاد. لا يقول له تعالى بص، فيروح الحكم موقف المباراه ويطلع يبصها في منطقه الاريا فيديو، ودي يروحها فقط الحكم بس لوحده، الحكم الرابع ما يخشش. لو لقيت لعيب بقى هنشوفها في كاس العالم، لو لعيب جاي مع الحكم يشوف معاه بيديله انذار، لو مدير فني يطلعه بره الملعب. وبعد ما يشوفها بقى ممكن الحكم يصمم على رايه، يقول له لا انا رايي صح. واحنا هتدخل عندنا التقنيه دي امتى ان شاء الله؟ ايه السؤال اللي بعده؟ صعبه طبعا، كانت عاليه يعني. بنكبر التلفزيون دلوقتي اللي شفناه يعني، اول اتفاجئ بتلفزيون كبير ان شاء الله. هتبقى صعبه شويه عندنا، عاوزه لان هي لازم كاميرا اسمها كاميرا محايده، احنا يعني ما عندناش كاميرا محايده لان الكاميرات دي تبع التلفزيون، فلازم كاميرا محايده تبع الاتحاد الدولي هي اللي تبقى موجوده في الملاعب. اكيد هنتكلم كتير تاني يا كابتن سمير ان شاء الله. هي دايما بتنورني وبتشرفني. ربنا يخليك يا كابتن ميدو، بيبقى لقاء جميل جدا معاك والوقت بيعدي معاك بسرعه. الله يخليك. عشان الاستاذ شريف عبد الله، انت عارف الاستاذ شريف بقى، ده استاذ شريف ده شخصيه جميله مش عارف بصراحه. هيقعد معايا زي بالتيشيرت الابيض اللي هو لابسه ده؟ لا هنا احنا هنا دي قناه يعني مفتوحه للضيف، ربنا يستر على الحلقه، مفتوحه للضيف يعني. تحياتي ليه اما يجي ان شاء الله. نورت وشرفتك، ربنا يخليك. شكرا. كان معانا الفقره دي كابتن سمير عثمان. اعتقد ان احنا اتكلمنا عن مواقف كتير وحالات تحكيميه كتير، واتكلمنا عن الحكم المصري ودوره وشكله في الوسط الرياضي بشكل عام. وان شاء الله يكون لينا حلقات تانية مع كابتن سمير عثمان. نطلع فاصل عشان نستقبل النجم شريف عبد القادر الناقد الرياضي الكبير.